يعتبر الفنان غسان لمشيني من رواد الفن الأردني والعربي منذ سبعينيات القرن الماضي لما قدمه للمشهد الفني من أعمال بارزة امتد أثرها حتى أيامنا هذه، وبقيت أعماله خالدة في ذاكرة الأجيال العربية المتعاقبة. ولد غسان لمشيني في العاصمة الأردنية عمان عام 1952 في عائلة اهتمت بالثقافة وتطوير التجربة الفنية في المجتمع الأردني. فوالده الإعلامي الأردني الشهير إسحاق المشيني الذي قدم الكثير للإعلام الأردني، كما اشتهر في التمثيل أخواه الفنان نبيل المشيني والفنان أسامة المشيني. حصل غسان المشيني على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1980، وحاز على عضوية نقابة الفنانين الأردنيين وكان ناشطاً لامعاً فيها، ومن خلال مسرحية حياة صعبة المنتجة في عام 1973 دخل غسان المشيني عالم المسرح قبل أن يتوجه للعاصمة المصرية لبدء دراسته الفنية. اشتهر غسان المشيني بشخصية أبو الخل ضمن المسلسل الكوميدي الأردني حارة أبو عواد، والذي حقق مساحة مشاهدات عالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. كما لمع المشيني في شخصية عمرو في مسلسل المناهل عام 1987 الذي مثل نقلة نوعية في رحلته الفنية، هو العديد من الفنانين الأردنيين أبرزهم الفنان ربيع شهاب والفنانة أمل دباس، حيث يتضمن مسلسل المناهل فقرات تعليمية للأطفال في موضوعات مختلفة وبطريقة مشوقة. كما شارك الفنان غسان لمشيني في مسلسل القدس أولى القبلتين عام 2008 بمشاركة العديد من الفنانين العرب ناقلاً معاناة أهل القدس مع الاحتلال الإسرائيلي. في الجانب الإخراجي أخرج المشيني مسرحية عمارة العلالي التي تطرقت لمشاكل اجتماعية في المجتمع الأردني والعربي، وكان أسلوبه الإخراجي ناقداً ملامساً لصلب الموضوع خلال طرحه. كما أخرج مسرحيتي طاعه وقائمه وكبريه. المشيني اتخذ خلال مسيرته الفنية نهجي الكوميديا والتراجيديا حسب ما تتطلب الأدوار، فكان يتميز بخفة ظله وعفويته في الأداء التمثيلي مما جعل له مكانة مميزة لدى المشاهدين العرب. كما تميز المشيني بتعدد الأدوار التي قدمها خلال دربه الفني، حيث مثل الأدوار الساخرة وأتقنها، كما مثل الأدوار الوطنية الممتدة للجانب القومي في الصراع العربي مع الاحتلال منذ القرن الماضي. لمع المشيني في التمثيل للأطفال في حلقات تعليمية ممنهجة من أجل بث روح الإنسانية فيهم، فلا يغيب الراحل عن ذاكرة جيلي الثمانينيات والتسعينيات وما قبلهما من الأجيال العربية لما قدمه من إثراء وثقافة للوعي بطريقته الفنية التلقائية. مشوار فني طويل امتد لعقود قدم غسان المشيني خلاله كوكبه من الأعمال الفنية الراسخة في الوعي العربي، أعطته مكانة فنية وثقافية وتربوية مهمة متمثلة في تواجده ونشاطه المستمر مع أبرز المخرجين الأردنيين والفنانين العرب. من أشهر أعماله مسلسل الأخرس والقلادة الخشبية عام 1972، المسلسل الكرتوني هايدي عام 1974، مسلسل خذوني معاكم عام 1974، المسلسل الكرتوني بيرين عام 1978، المسلسل الكرتوني سوسن الزهرة الجميلة عام 1979، مسلسل أحمد باشا الجزار عام 1979، المسلسل الكرتوني مغامرات نيلز عام 1980، مسلسل الكواكبي عام 1980، مسلسل حارة أبو عواد الجزء الأول عام 1981، مسلسل طرفة بن العبد عام 1982، مسلسل بيوت في مكة عام 1983، المسلسل الكرتوني فولترون عام 1984، مسلسل الزيارة عام 1984، المسلسل الكرتوني سالي عام 1985، مسلسل الديرة عام 1986، البرنامج التعليمي المناهل عام 1987، حارة أبو عواد الجزء الثاني عام 1989، يوميات أبو عواد الجزء الرابع عام 2008، القدس أولى القبلتين عام 2008،
إخوة الدم عام 2014. توفي الفنان القدير غسان المشيني في 18 من ديسمبر عام 2021 عن عمر ناهز 70 عاما، نعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.